هذا الفيلم هذا صورناه في 2019 ومهم ان طون انا ككوميديان ملي كنصور الفيلم صافي كنرجع للور سيتادجير كننسى كنحاول ننسى داك لو بيرسوناج واخا ما كنساش ولكن كنحاول ننساه اون فيت كومباك ملي شفتو البارح في العرض ديال في السينما في طنجة شفتو كان جمهور ما شفتوش انا ممثله كان عندي واحد الاحساس غريب كان عندي واحد الاحساس ديال واحد السيده اللي مشات تقلب على ودا ما عرفاته ميت ولا حي وهذا الاحساس هذا اللي فريمون بكاني ما عمري ما بكيت شي فيلم ديالي مره الاولى في حياتي انا بكيت بكيت في واحد اللقطات اللي كنقول لي ما شفتش راسي انا ممثله شفت ممثله اللي ما كنعرفش نهائيا لاول مره كنشوفها كتلعب لاول مره كنشوف هذا البيرسوناج هذا كيفاش نوقع شنو وقع باش هذا الولد هذا هرب لها ومشى بلاد ديال الاهراب وديال فوالا هادو الاحساس اللي باش اللي كان عندي المجهود اللي كان عندي انايا في هذا لو بيرسوناج هو المجهود فيزيك حيت مجهود فيزيك وانا ان طوك ك كوميديان كنقول بلي لو كوميديان خاصو يكون عنده الفيزيك ساجر لي ليغ تصحى وخاصو يوجد راسو فيزيكمون يدير رياضه بزاف خاصو يستعد راسو يكون ديما مستعد باش يكون عنده شي ادوار اللي هما بحال هكا اللي كيشبهوا الباتول خاصو يكون مستعد يطلع في السلوم يقول للمخرج طلع في السلوم خاصو يطلع في السلوم هادشي تقول له لا دونك كاع هادشي كامل هذا كي توجد ولكن بيان لافونس من غير اللي يكون ان بيرسوناج بحال هذا خاص ديجا يكون ديجا الممثل يكون واجد لهادشي واجد سكي نورمال سكي لوجيك المشاهد كلهم نقدر نقول لك لقيت فيهم صعوبه ونقدر نقول لك بنفس اللحظه ما لقيتش فيهم صعوبه ولكن اكثر ما لقيتش فيهم صعوبه ولكن هذيك اللي ما لقيتش فيهم صعوبه بحال شنو نقول لك ملي كتبغي شي حاجه كتجيك زوينه وباغا تجهدي في شي حاجه كتجيك سهله ولو تبغي باغ اكزومبل تمشي تطلعي في شي جبل وهذاك الجبل انت باغي تطلعي في هذاك الجبل غادي تطلعي له بسهوله فهمتي دونك في هذا الفيلم هذا راه كلشي كان صعيب كلشي ولا حتى ليكيب كامله تبارك الله راه خدمات في هذا الفيلم كسا سوا لي تكنيسيان كسا سوا لي زاكتور كسا سوا المخرج شركات الانتاج طول الموند يا توات لي رجليا درت القبس بوندون واحد 15 جوغ حيدتو ولا كان اللي كيقول لي الطبيب لا خاصك 40 يوم ولا كنقول لهم نو خاصك تحيدو ليا باسكو راه عندي لا ميسيون ديالي راه خاصني نكمل لا ميسيون ديالي جي اون ميسيون اكومبليغ ايوا زعما كلشي داز مزيان سيتي بيان شوفي الغرور انا ما كنحسش به انا في الحياه ديالي جامي نقدر نقول لك انايا نحس بالغرور في الوقت اللي كنكون كنصور اللقطه ديالي ملي المخرج كيقول لي اكسيون ديك الساعه كتكوني بوحدك كتحسي بهذاك الغرور صافي انا اللي كنعرف هذاك الشيء اللي خصني ندير انا اللي كنعرف نديرو فهمتي لكن في الحياه تيطونين وفي سعادي هذا ما كيفك كيفي
عادي زعما كنمشي للحمام كنمشي نتقدى كان زعما علاش غادي نحسوا بهذاك الغرور. انا معاك دابا كندير انترفيو كنهضر على فيلم كنهضر على ميساج اللي انايا درتو pour le transmettre. كنديرش معاك دابا انترفيو حيت انا ممثله وداك الغرور ديال الممثله عندكم تهضروش معايا. نو لوان دو لا سي با ان لوكس داتر ممثله سي با ان لوكس. لو لوكس انا عندي شنو هو لو لوكس؟ هو ان هذا الممثل هذا يتواضع مع الناس وملي كيجي كيقول لك تبارك الله عليك كيبوسك وتيعنقك كتجيك البكيه كاريمون كتبرشك لحمك كتجي واحد شي هذاك هو انايا هذاك هو هذاك الاحساس الكبير اللي عندي في الحياه. و تكوني مزيانه مع الناس حيت انا ما كرهش انا ندير افلام للناس يشوفوا يعجبهم الحال فوالا. كنعرفو ديما بلي لوجا كيلعب دور كبير في السينما بحال الممثلات الامريكان في امريكا الممثلات القدام سي فري كو كانوا كيختاروهم على وجههم وكانوا لكن زيتو سي دو بونز اكتريس. احنا في المغرب مع عاد بدينا كنتعلموا في الاول كان عندي صعوبه كبيره في الاول كانوا كيقولوا لي لا ما تقدريش دوزي كاسينغ حيت عندك الوجه اوروبي انت يا زعره ما تمشيش ديري ما تقدريش ديري كاسينغ حيت حنا بغينا مغربي او ديري راني مغربيه. مشيت صبغت شعري بالقهوي زعما بحال حسيت واحد العنصريه واحد شويه في بلادي اللي خلقت فيه وكبرت فيه وجدية وحارة وهذا عشت العنصرية عشت شوية العنصرية وتعذبت في الكوتي كاسينغ تعذبت كيقولوا لي نو توي عندك وجه أوروبي نو ما يمكنش حاليا ما بقاش عندي علاش حيت الامور تطورات في لو كوتي اوسي كاين بون اون ا دو جولي دو بيلز اكتريس ماتنون اون ا دو جولي بيلز اكتريس بوركوا باسكو عادوا كيفهموا الناس افيك انترنت افيك انستغرام كنشوفوا اللبنانيات بزاف اللي هما تبارك الله سون تري تري بيل حتى حنا في المغرب عندنا لي اون ا دو 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 ماتنون دو بيلز اكتريس ولكن ما بقاتش غير في بيل اكتريس حيت سي تري رار que ça soit au Maroc, que ça soit aux États-Unis ou la France, c'est très rare que tu vois une belle actrice ou un bel acteur qui il aime bien et en même temps le visage est jalousouin. C'est très rare. Et que tu vois zouin ou que il aime bien, que tu sens باللي راه كاين, qui sent براسو باللي راه كاينه كاميرا حداه. فهمتيني؟ إما تو سي 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 غار الوغ الواحد كيكون عارف راسو اوكي عندك عاطي 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 العين للكاميرا استادير كو عندك هذاك لو فيزاج اتيرون اي تو نسى راسك عطي راسك صافي عطي راسك البيرسوناج نسى راسك بلي زين نسى راسك باللي راه عندك هذاك الزين وهذاك الشيء وهذاك الشيء داك الشيء اللي عطاك الله خليه نسايه صافي. نورمالمون الممثل ملي كيكبر تما في الخدمه كتزاد حيت كتكون عنده ليكسبيريونس. حنا عندنا واحد المشكل اللي هو خايب وخايب بزاف في المغرب. المراه ملي كتوصل 40 عام كساسوا في التمثيل ولا كساسوا في اي بلاصه 40 عام عندهم مراه
سالات سالات من كل شيء، سالات من الجواج، سالات من الخدمه، سالات سفيره ما خاصها، ما عندهاش الحق تلبس هكا، ما عندهاش الحق تقول هكا، ما عندهاش الحق تدير شي حاجه في انستغرام اللي هي بيزار زعما شي حاجه ديال لي جون اي تو. شوف كلشي في العقليه، حنا عندنا واحد التربيه اللي هي ناقصه بزاف. في هوليوود نيكول كيدمان فايت الخمسين، ما عمري مازال ما شفتها كدير شي دور ديال المراه كبيره ولا ديال الام ديال ممثله عندها 35 عام. ممثله كتجي كتقول لك ماما وهي عندها 35 عام. واش هذا المخرج وهذا المنتج هذا واش كيفهم ان هذه المراه هذه واش غادي تكون ولداتها مولات 10 سنين؟ نو اوكي لو بروبليم يا سا اوسي. مي ميتنو كنهضر لك على كوتي بيرسونيل، سي كو كاين شي مخرجين اللي هما ذكيين بزاف. علاش؟ حيت كيعيطوا لي الحمد لله على نقدر ندير ان بيرسوناج تاع 60 عام، وفعلا درتو بيرسوناج ديال الحاجه لواحد لا سيري ديال عين الحق ديال عبد السلام الكلعي. بيرسوناج كبير ودايره الدره على راسها، وقلت للمخرج قلت له راه هذا لو بيرسوناج هذا راه ماشي لاج ديالي. قال لي جو سي، قال لك منين غادي تلعبي به مزيان، قال لك كيف ما تقدري تلعبي البيرسوناج ديال المراه كبيره كيف ما تقدري تلعبي البيرسوناج ديال المراه باقا صغيره. ايفيكتيفمون ملي لعبت هذاك الدور ديال المراه كبيره ديال 60 طون، جوست ابخي لعبت انيسه فريده. Mais c'est différent. Nissa Farida, très très jeune, femme d'affaires. Donc, quand tu vois la chose comme ça, ou quand tu vois Nissa Farida comme ça. Je dis, alhamdoulilah, c'est que l'imam, Allah, mais qui est un comédien, un acteur, il peut imiter un rôle. Rien à nous. Il faut juste un peu de respect par rapport à la femme. Surtout la femme, parce qu'un homme au Maroc, quand il prend de l'âge, attention, j'ai 20 ans. J'ai 20 ans, j'ai 20 ans. Alors, je m'habille comme je veux, je fais. دراما ولا اكشن؟ لاكشن دراما بجوج. لومور حتى هي لومور عزيز عليا الضحك، ولكن مازال ما لقيت ان سيناريو اللي غادي يشدني في هذا السيناريو ديال الضحك، باسكو الضحك ما فيه وفيه الضحك يفو كو سوا دو لومور انتيليجون. فوالا مو جو Et drama, j'adore. Le drame, j'aime beaucoup. Chouf, un acteur. كيعجبوه الادوار كاملين. كونوا محترمين وي، ولكن كيعجبو الادوار كاملين. ما نقدروش نقولوا واش هاد لاكتور غادي يعجبو هاد الرول ولا هاد الرول ما يعجبوش، ولا ما بقاتش في لو بيرسوناج، بقات في لا كونستركسيون دو بيرسوناج. واش هاد لو بيرسوناج غادي يعطي فيه مزيان ولا غادي يبقى باسيف؟ مثلا يكون عندك ان بيرسوناج ديال واحد غادي اون فواياج، غادي يسوق واحد اون فواتور وغادي وقع له مشاكل في الطريق اي تو، خاصو يكون عنده هذيك لا كونستركسيون. فوالا سي لا كونستركسيون دو بيرسوناج كي لو بلوز امبورطون. شوفي انا لي انترفيو ما كنديرهمش، كنت كنديرهم على مره ملي كيكون ان فيلم خرج اوكي كندير لي انترفيو.
يا دي فوا وما كنديرش لي انترفيو باسكو ما كنبغيش ندخل في هذيك جوستمون هذوك لي كيسيون لي غادي يعطيوني دي كيسيون شي مرات اللي ما غاديش يفيدوني وما غاديش يفيدوا الجمهور. الجمهور ما عندهم ما يدير بالحياه ديالي الشخصيه. انا بور مو الجمهور بغيتو يعرف الخدمه اللي كندير باش نعطي هذاك لو ميساج بور لي ترانسميتر لو ميساج تو سامبلومون. صافي الجمهور غادي يشوفني بحال اختو. Pour moi, c'est l'essentiel. Ça fait. Nbri, oui, bri, ni, ou la kin bèche, arfni, chnou klit l'yom, chnou t'gdit l'berh, ou la fin mchit, ou la fin gdit t'tayara, ou fin hadi, ou den, non. Bhal, ana d'abord, j'ai une mrin, j'ai une kalib ala l'jmhon, ou l'chnou d'rit l'yom, chnou d'rit l'berh, chnou. C'est la même chose. Donc, on n'a pas. Moi, j'ai pas besoin de ça. Moi, le plus important, c'est le film. C'est le film qui va parler de moi. كنحييكم بزاف كنبغيكم بزاف وان شاء الله جيسبر ان شاء الله الفيلم كومباك يعجبكم ان شاء الله. ميرسي بوكو.